بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، برزان خوشوستان أمرو قسال سر قمانكي نويدكين أوشكا بريتيا لويكا خواي قورا تانيا وعدي داوا كقرآن بيروس حفظ بك بباريزي و تكفلي نكرد وكسنتي بيغمبر درود خويل السربي بباريزي بوي طبعا كواتا يعني تانيا امد التوانين بشت بقران ببستين لبروا خوي جورا وعدي داوا تكفلي حفظي قراني كردوا ولا قران اما جي بي كردوا بوي وهيج اما جيك النيه طبعا ببيقسي اوان هيج اما جيك النيه لقران داك خواهی گوره سنتی پیغمبری درود خواهی لسر بی حفظ کردوه بوی کواته اما بلگه لسر اوی که سنت حجانیه و بلگانیه و ناکریتن پشت بی ببسرد. طبعا اما وکو گوتمان نوروکی گمانه که بلگه اوان لبو ام بابته چیه. طبعا آیته که قرآن پیروزه که لسورت حجر آیتی نو خواهی گوره ده فرمی إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كطبعا أوان استشهاد استدلال بو آتدكا كدلين أم آتا براشكاوي باسي قرآنك دليت يعني خواي قورا دفرميت إما قرآن ما نحفظ كردوا يعني إما ذكر ما دابزان دوا ذكر كليرا أوان بلين تفسيري أو دكا ك تانيا قرآن دا قرتوا كواتا إيما قرآن من ناردوا بوتان دابزان دوا وإيما حفظ من كردوا كواتا ما بلغي لسراوا كتانيا قرآن بارزراوا للان خواي قوروا ببي سنة ودلين لم أتدى حصر هاتوا بصيغي حصر يعني تانيا إيما قرآن من حفظ كردوا ك ببيانو أوي كابلن يعني تقديمي جار ومجرور لآيات كده هاتوا وأمش إفادي حصرك كوات التنياء ما قرآن من فارستوا وسنة داخلي أم بازنيا نابت. طبعا يعني نتيجة أو قمانة أو أن ديانويت بغن بأنجامي أوي كواتا سنة بيغمبر دوريد خوالي السربي بزر بوا ضايع بوا نجشتوتا يعني مسلمانان وكو خوي لبرا وخواي قورا تكفل حفظي نكردوا بلام قرآن بيروز قشتوتا همو مسلمانان حتى استوى طارج قيامت لبرا وخوا تكفل حفظي كردوا. طبعا هدفه بلين غاية لبشت أم قمانش أويك براستي بلين إنكاري حجية السنة بكان رد كرنوي كوي قشتي سنة بيغمبر دوريد خوالي السربي وكسنة ناكرة ببي ببلغة لبو تشريع لبو دين نابي أحكام لي ور بجيري نابي بشت با سنة ببستري تانيا إما دا بيش با قرآن بكين أما يبلين غاية وهدف لبشت أم قمانة برزان إما أقر بين شون ولامي أو قمانة بدينا ويان أم قصية حتى شيء حدك قصية كي زانستية وفعلا بلغكي بلغيكي صريح وراشكاوا خالي كام. طبعا خواي قورا لم آتا بناوي ذكر هاتوا ذكر لقرآن بلن لم آتا يعني بقرآن نهاتوا براشكاوي خواي قورا نيفرمو إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون بلن فرمو إنا نحن نزلنا الذكر. ذكر ليرا اگر بقرينا وبو او كتاباني يعني بلن تفسيري ام آيتا لا تفسير كاني بلن مسلمانان زانايان دابينين طبعا وكلا معجمي مفهرس لألفاظ القرآن الكريم هاتوا محمد فؤاد عبد الباقي كذا فرميت لقرآن بيروز دا بنجو دوجار وشي ذكر هاتوا لقرآن بنجو دوجر وشي ذكر هاتوا وطبعا باسي واتاو معناي ذكرك لم بنجو دو شوينا كذا فرميت جار وهبوا ذكر لو بنجو دو شوينا بمعناي قرآن هاتوا هندك شون هبوا بلي معناي قرآن ولا هندك شوينا تر بمعناي
پیامی پیغمبر درود خوایل سر بی به معنای پیامه به شیوازه کی گشتی بل هندك شوين تر بمعناي شريعت هاتوا لهندك شوين تر بمعناي حفظ حفظ كردن هاتوا لا شوين تر بمعناي تذكره يعني وبرهنانوا هاتوا ولا هندك شوين بمعناي شرف هاتوا لهندك شوين تر بمعناي عبادت هاتوا كوات جارك بيش همشتك وشي ذكر لقران بيروز لا زور شوين هاتوا وكو غوتمان لبنجو دو شوين ولا همو ام بنجودو شوينا بمعنى قران نيه وكو قوتمان لا عندك شوينيتر بمعنى شريعيه بمعنى بيامه بمعنى عبادته وهتا دواي بل لا عندك شوين لقران بمعنى قران هاتوا امامي بلن فيروز ابادي لكتابي بصائر التمييز في لطائف الكتاب العزيز ك يعني هيك كلا كتابة كاني تفسير كدجرت ولا يكك لسانايان دفرميت ذكر الله الذكر في القرآن على 20 وجها وفيها الذكر بمعنى رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم دفرميت خواي قورا لقرآن بيروز دا وشي ذكر يعني لبست معنى واتاي جواس هاتوا وشي ذكر وده فرميت لم آيته ده إنا نحن نزلنا الذكرى معناي رسالة الرسول يعني بيامي بيغمبرة درودي خوائي للسربي دعاء بارزان خو آيته كترمان هي أجر طبعا وكو قتمان يعني هندك لزانايان هندك لمفسرة كان بلي يعني دلين ذكر لي رب معناي قرآن وهيش إشكال إشمان لوانية يعني طبعا دعاء باسي أو ده كان أجر ذكر حصريش بي بمعنى قرآن بهر معنى أو ناقرت وكأخواي قولتك فلي حفظي سني نكردوا بلام يعني أجر بين تماشي آياتي تربكين يعني آياتي ترهي بهمان شيواز بهمان معنى خواي قولتك فلي حفظي دينك دينش كمعلومة كدين بريتية لقرآن وسنة نكتنيا لقرآن بوي خواي قولة لسورة توبة آياتي السيودو فرمت يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون طبعا لا سورة تريشاتها يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون يعني لم أتخوي قورة بهمان معنى فرمت أوانا دجدين كان بلن أوانا دجمن إسلاما ببرواية كان ديانويت روناتشي إسلام يا يعني روناتشي خوا لنا وببن طبعا ليلة ما بستي نور الله ما بستي بي شرع الله ما بستي بي دين الله ليلة خواي قولة فرميت اوان ديانويت ببرواية كان كافرة كان ديانويت دين خوا شرع خوا لنا وببن بلام خواي قولة ويأبى الله خوا يعني ناتواني بلن بيلاني اوان سر بقري وخواي قورة دينكي سر ديخي دينكي دباريزي كواتا والله متم نوره ليرا نور ليرا خو بهيج شوازا كسني قوتوا نور ليرا تانيا ما بس ليبه قرآن بلام اقا بقري وابو تفسيري نور الله دبيني يعني همو مفسرة كان باسي او دكان كان ما بس ليبه شرع الله ما بس ليبه دين الله كواتا أجر بيت شرع الله دين الله أو قرآن وسنة إيش ذكرته وكواتا أجر قريمانا يان بلين أمر يا راجحة كخوي بلين كخوي جورد فلم إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون أجر ذكر بمعنى قرآن جبي إدي أدي أم آيته إخوي جورد بس نور الله كنور الله شو كوجتمان شرع الله دين الله كواتا سنة ذكرته ويا الناس سنة في غمر ذكرته وبلي ببي جمان لبروا بيغمبري خوا درود خوا لسر بي هيك شتك لخوا ونهي نوا يعني ان هو الا وحي يوحى يعني هر شيء الان بيغمبره ودرود خوا لسر بي هاتبي ثابت بي جيجير بي صحيح بي كواتا امش دين خوايا شرع خوايا حكم خوايا لان خوا هاتوا سر شوكي هر دقريت ابو خوا قورا كواتا يعني شي جوازيه كي اقر حكم خوا القران بي ولا سنه بي كواتا شون ذكر خواي قولة تكفل حفظي قرآن بك بتنيا بلام
حفظي سنة نكا كواتا وقتي قرآنش فارز راو نية لحقيقة دا. ابن حزم لسر أم بابتا يعني قسي جوانا كاد فرميت ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة زانك هي جوازيك نية الآن يعني شي أواني زمانواني شي أواني أهل الشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله عز وجل فهو ذكر منزل هيج خلافك نية رأي جواز نية لان زمان وانية كان لان أهل شريعة شرع زانا كان هرشي وحي كذاب زبيت لان خواي قورا أما ذكرى فالوحي كله محفوظ بحفظ الله عز وجل له بيقين وحي بشي وازك قشتي شي وحي قرآن بي شي وحي السنة بي فارز راوى لان خواي قورا بدل نيائي وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون أن لا يضيع منه وأن لا يحرف منه شيء أبدا تحريفا لا يأتي البيان ببطلانه ده فرميت هر اشتك أخوائي قولتك فولي حفظي كردبي وعدي دابك ببارزي حتما بارز راوة وكسني تواني وقران كاريب سر دابهني تنو تغيير بكتنو تحريف بكتن يان ببيشواني بهني تن فوجب أن الدين الذي آتانا به محمد صلى الله عليه وسلم محفوظ بتولي الله عز وجل حفظه ده فرميت بوية أما نتيجي أويك براستي الدين بشيوازك قشتي كبريتي على قرآن والسنة كان يردراو بو بيغمبر إخوات درود إخوات السربي فارز راو بإذن إخوائي قورة وبقدرة إخوائي قورة مبلغ كما هو إلى كل ما طلبه مما يأتي أبدا إلى انقضاء الدنيا قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ وديسان هلو باروا لشوينة كتر دفرميت هذه دعوة كاذبة مجرد من البرهان وتخصيص للذكر بلا دليل دفرميت يعني كاتك ردي أوانيت وكأواني دلين ذكر لو آتا تنيا معنى القرآن دقرتوا دفرميت أما قسيكي دروو بروبوتشو هيج يعني أساسك علمي نية مجرد من البرهان وتخصيص للذكر بلا دليل وأمش كذكر بشوازك قشقير هاتوا كتبي تايبتي بكي بقرآن أو بيستي ببالغي بيستي بدليل كشي هيج دليل كيش نية أو أنك بلن تنيا قرآن لنا ما بستي بي تنيا ذكر ما بستي بي قرآن ده فرميت فالذكر اسم واقع على كل ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من قرآن أو من سنة وحي يبين بها القرآن ده فرميت بوي ذكر وشيك ناوك بوهمو أو بوهمو أو شتانا يعني دقريتا وكا خواي قورا داي بزاند وابو بيغمبر درود خواي لسربي وجاكي قرآن بيروز بي چه سنتي بيغمبر بي درود خواي لسربي بوي خواي قورا دا فرميتي وأيضا فإن الله عز وجل يقول أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم دعاية دا فرميت فصح أنه صلى الله عليه وسلم مأمور ببيان القرآن للناس بلا ما ديارة ببي أم آياتا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم كبيغمبر إخوة درود إخوة لسربي أمري بكرابو كهستي تنبوي كقرآن رون بكته ولبو خلق فإذا كان بيانه صلى الله عليه وسلم غير محفوظ ولا مضمون سلامته مما ليس منه فقد بطل الانتفاع بنص القرآن فبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا فيه فلم ندري صحيح مراد الله تعالى منها وما أخطأ فيه المخطئ أو تعمد فيه الكاذب ومعاذ الله من هذا ده فرميت أقبيت إمام يعني سنة رد كينوا كوات إيما رون كرنوا قرآن من رد كرتوا كوات إي وقت إيما براستي ناتوانين بهيشي وزك سود لقرآن واربقرين وإيما براستي يعني زوربي بلين أحكام كان زوربي شرائع كان إيما لو كاتا ناچار دبین که ردیب کین ول برو ایما اصلا قرآن لیتنا گین او وقتی چون دکر ایما یعنی ایشی پیپ کین اگر لیتنا گین چون دکر ایما جیب جیب کین بو بر زان ایما لا خالک تر اگبین بس بلگا بلگی اواک خوای گورا یعنی سنتی شی پاراستوا يعني جيغي لو آتيك باس ماكر وكو قطمان إننا نحن نزلنا الذكرى ليرا
حضور له مفسر كان دلين ذكر بمعناي قشتقير ديد نك بمعناي قرآن بمعناي دين ديد بمعناي شرع ديد بمعناي وحي ديد بمعناي بيامي بيغمبر ديد درود إخوة السربي طبعا أقر هريك لو معنانا هريك لو واتانا ليك بدينا وكواتا يعني هيش إشكال ما نامني لسر أم آياتك واتا آياتك ما بستي في حفظي قرآن وسنة ما بستي في حفظي دينه بلا ما قرقري ما نبلين أما تايبة وحصرة وأقبلن إجماع زانين كوانية أقبلن إجماع زانين لسروية كذكر لو أتبع معناه قرآن إخو ديسان إما بلقي ترمان هي كخواي قورة وعدي داوة كسنة إيش ببارزي نكتن يا قرآني بيروز ببارزي بلقي تر شي مان هي كلسر أوي كخواي قورة وعدي داوة كسنة إيش ببارزي يكم أو آتيك استخوين مانا ولا سورة نحل آتي 44 كخواي قورة دفرمت وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم كواتي ما قر قوتمان إنا نحن نزلنا الذكر ذكر لو قرآن إخو لم أعتش ما بستي في قرآن كأخوائي قولة فهمت وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم كواتي ما ذكر من بوتو دابزان بو أويك تهستي بو أويك رنبكي ولا بو خلق ليرا بسيارك ليرا أويا باشا آية خواهي قورة تكفو لحفظ قرآني كردوة وكو لفظ تانية وكو وشا يعني خو أقر تانية خواهي قورة وعدي داوة قرآن ببارزي وكو سورة كانوا آتا كانوا وشا كانوا بيتا كانوا لفظا كان اي او وقت يعني ببيع ويكم معناي قرآن تفسيره بلين شرح قرآن لقال نبي كواتا چي سود هي لو بارزتنا چي لو قرآن بكم كأو قرآن رون نكرا بيتاو يان رون كرنوي قرآن لناو چوبي وكو اوان دالين تفسير وبيان قرآن نما ولا ناو چوا بلام تانيا قرآن قرآنك يعني ما يتوا ببيع وي مثلا كمعنى كي يعني تانيا وشاكان تانيا لفظاكان چي سود او وقتي لقرآن يعني چي سود لقرآن ورد جيلي اقا بيتو تانيا قرآن باريس راوي تانيا بوشاكان وببيتاكان وبحرفاكان بوي طبعا يعني آياتك يترخواي قورا دفرمي چي إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ثم إن بيان وكوكوت مان خواي قورا لآياتي بيشتر إن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم إذن بيانك اللان شيء اللان بيغمبرة دولد خواي لسربي دوايا وخواي قورا لم آيات دفرميت ثم إن علينا بيانه إما لسرمانا كبوتان روم بكينوا كبوتان شي بكينوا وشي كرنوا كو روم كرنوا كو درجة بيدان وتفصيل تبيين أو مهمي سنة ولم آيات أشخواي قورا دفرميت ثم إن علينا يعني واجبي كردوا لسر خوي بو أويك إيما لسر إيميك بوتان روم بكينا وأم قرآن قرآن بيروس كواتا أما بلقيه براستي لسر أويك قرآن بيروس يعني سنة پیغمبر جدول دخواري سربي باريز راوة لقى القرآن وإلا هج سوت نامينة لباراستين قرآن قبيتو تانيا بلفظو با وشبي وهي براستي أمانا هموي بلغن لسر أويك خواهي قورا قرآني شي باراستوا وسنتي شي باراستوا بوي إما بلين كاتمان توابو إما إن شاء الله هولا دين لا يعني برنامكاني داتو زياتر قصة لسر أوبكين وبلغي تريش أما جي بيبكين كالسر بلين باراستيني خواهي قورا سنتيش لبال قرآن بيروس نكتن يا قرآن ولكن خالة كتر إن شاء الله زياتر درجة بيدين لا برنامكاني داتو وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.